عقد الاتحاد العام لإنساء مصر مؤتمرا موسعا حول الغارمات، وناقشوا المشكلة والحلول القانونية والاجتماعية، والذي حضره أعضاء من مجلس النواب وممثلو وزارات العدل والتضامن الاجتماعي والداخلية، وكذلك خبراء في مجال الاقتصاد وعلم الاجتماع، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية. دول مجموعة من النساء فقيرات، يعني مفروض أن احتياجاتهم لازم يلاقوا الخدمات اللي هي تسد احتياجاتهم، ما بيلاقوهاش، بيضطروا ان هم يستلفوا، ما يقدروش ان هم يستلفوا، تكون النتيجه انهم يستجنوا، يعني يبقى فقر واحيانا كمان مرض، لانها احيانا تستلف لان يا اما هي اللي عيانه عايزه تروح يعني تلاقي علاج او تشتري دواء او حتى من الاسره. فالحقيقه يعني احنا بنقول ان المفروض ضمير اي حد يؤرقه ان هو لما يشوف ان مش كفايه ناس ان هي فقيره، ان هي كمان تتصرف بطريقة المجتمع مش مساعدها لدرجة انها تسجن. فاحنا بنقول اولا في مجموعة من الستات اللي هم في السجن اوريدي، دول لازم نشوف انهم يطلعوا ازاي لانهم مظلومين. نمرة اتنين ان احنا مش عايزين حد يقع في نفس المشكلة. حقيقة الغريمات دول اعداد كبيرة قوي من المواطنين المصريين، وهم يعني بيمثلوا حوالي من 20 لـ25% من السجينات او من السجناء في مصر، وبالتالي هو قطاع مهم قوي ان احنا نهتم بيه. المشكله اللي عندهم هي مشكله تشريعيه بالمقام الاول، لانهم بيعاملوا بقانون العقوبات. الحقيقه ان هم دول ناس يعني هم يعني عندهم عواز وعندهم احتياج، بيجوا يشتروا حاجه معينه من تاجر معين وبعدين يتعثروا في الدفع. لما بيتعثروا في الدفع بتقدم عليهم إصالات أمانة وبالتالي بيتحبسوا أو يتسجنوا. رأى المشاركون أن أحد أسباب هذه الظاهرة هو استخدام التجار ما يعرف بإصالات الأمانة لتوثيق الدين، ما يحول عملية البيع والشراء من قضية مدنية يمكن الفصل فيها دون عقوبة الحبس إلى قضية جنائية تؤدي إلى السجن لعدة سنوات، سواء للغارم أو للغارمة. مشكلة بتتفاقم يوم بعد يوم، وده اللي خلانا نحقق دراسة ونسعى فيها لتسليط الضوء على الأسباب، ونحاول نضع بعض المقترحات لوضع مشروع قانون لحماية الفئة دي. فيعني طلع من أهم الأسباب طبعا السعي وراء جهاز البنات، ودي دايما في الأسر الفقيرة، الأسر اللي هي لها يعني واحدة معيلة ما عندهاش رجل، فبتبتدي تستدين وفي نفس الوقت بتتورط في إيصال أمانة. وزارة التضامن الاجتماعي هي المسؤولة أو هي الجهة اللي في الدولة مسؤولة عن شبكة الأمان الاجتماعي لكل مواطنين، وبالتالي هي بتحاول ان من اهدافنا الاساسيه كوزاره ان احنا نقلل عدد الاسر الفقيره، ان احنا نعمل على تلاشي او ازاله الفروق بين المواطنين، واحنا كمان بنشجع العمل الاهلي، يعني احنا بدورنا باعتبارنا احنا الوزاره اللي هي بتشرف على المجتمع الاهلي سواء من جمعيات او مؤسسات، احنا بنشجع العمل الاهلي، وبالتالي الجمعيات الاهليه اللي احنا بنشرف عليها ديت هي بتساعد الغريمات في سداد الديون بتاعتها. حابه برضو انها يبقى لها تشريع يتحكم فيها، يعني انا ممكن احط حد اقصى او حد ادنى لفك الغريمه، يعني مثلا مش الغريمه اللي عندها عليها 500,000 او 100,000 انا هفك كربها، لا انا ممكن في حاله الاضطرار افك كرب الغريمه المضطره وافكه لمده مره واحده علشان ما يبقاش فيه استمراء للفكره. كما ناقش المؤتمر اسباب وجذور هذه المشكله وكيف يمكن مواجهتها على المستوى القانوني والاقتصادي والثقافي، وكذلك تبصير الراي العام بحدود المشكله وحجمها وآثارها التي تتجاوز الشخص إلى الأسرة التي تعتبر نواة للمجتمع، وتم سرد ومناقشة تفاصيل مشروع القانون الذي يخص فئة ربما اضطرتها الظروف إلى الاستدانة. الغارمات موضوع بيبدأ بإيصال أمانة بتكتبه أم من الأمهات على نفسها علشان تسدد قسط حاجة جابتها لبنتها في الجهاز، أو علشان تعلم ابنها، أو علشان تصرف على عيالها. مؤتمر النهاردة بيحاول يناقش الموضوع من كل جوانبه ويلخص الحلول في مشروع قانون يتم عرضه على مجلس النواب. من مؤتمر الاتحاد العام لإنساء مصر، فريد أدور، سي تي.